اليوم الخامس، تقرير المباريات. شهد ملعب ماراكانا مباراته الأولى، وغطى اللون الأزرق ريو دي جانيرو مع مواجهة منتخب الأرجنتين لمنتخب البوسنة والهرسك. افتتحت البوسنة التسجيل بهدف مبكر في مرماها، لكن أحداث المباراة لم تنشط إلا في الشوط الثاني عندما عزز ميسي تقدم الأرجنتين قبل أن يعدل إيبيسيفيتش النتيجة لتصبح هدفين مقابل هدف ليزداد التوتر في الدقائق الأخيرة.